هل هذه الأموال كانت تسعى إليها العراق؟ وكيف حصلت عليها وإن لم ينتهي التحقيق؟ وما هو الباقي؟ وهل هناك إحصائية بإجمالي هذه الأموال التي سرقت؟ أهلا أستاذنا الفاضل، حياكم الله وحيا الله قناتكم الموقرة. واقعا مسألة الأمانات الضريبية هي أشغلت الرأي العام في العراق، لا سيما في الفترة الانتقالية ما بين الحكومة السابقة والحكومة الحالية. الوضع الذي حصلت فيه والتوقيت هو كان وقت حساس جدا، لكون فترة الحكومة السابقة كانت على وشك الانتهاء، والحكومة الحالية كانت على وشك استلام زمام السلطة في البلد، لذلك كانت الحساسية مفرطة في هذا الموضوع. المبالغ لحد الآن يقال أنه الجهات الرسمية أعلنت أنه هي قرابة 2,500,000,000,000 دولار، بالعراقي بالعملة العراقية يكون 3,700,000,000,000. كم من الدولار؟ كم من الدولار مرة أخرى لو تكرمت؟ 2,500,000,000 دولار. المبلغ في الدولار. اليوم الحكومة استردت ما أسمته الوجبة الأولى، الوجبة الأولى المقدرة 182 مليار دينار عراقي، أي ما يعادل 122 مليون دولار. واقعا الإشكالات التي حصلت وجهد مشكور للحكومة، لكن في الوقت ذاته من يقول أن هناك وجبة ثانية ستسترد؟ يعني عندما أطلقت الحكومة عليها مصطلح الوجبة الأولى، نعلم جيدا أن سعيهم استرداد كافة الأموال، والخطوات المتبعة والتي أعلنت على بعضها الحكومة اليوم، والتسهيلات التي طلبت من المتهمين الآخرين قايضتهم أنكم فيما لو سلمتم المبالغ ستكون لكم تعاونات قضائية ضمن حدود القانون. وكذلك حتى المتهم الذي أمسك المدعو نور زهير هو المتهم الأبرز لكونه صاحب أكبر عدد من الصكوك المسروقة. نور زهير الآن مودع في السجن، وعن طريقه تمت استعادة 182 مليار دينار عراقي. وقررت الحكومة بالتعاون مع القضاء، طبعا قرار قضائي، أنه سيفرج عنه مخفورا لمدة أسبوعين. هذه الأسبوعين سيتم التنازل عن أموال عينية، أي هي بيوت ومولات ومصالح أخرى سيتم التنازل عنها لصالح الحكومة، وبذلك سيسترد بموجب هذا المبلغ جميع ما صرفه. المبلغ المصروف له قرابة 1,000,000,000 دولار سيسترده عن طريق أموال عينية، وليس حصل المبلغ اليوم، وبذلك ستكون الوجبة الثانية. لكن هنا المسألة تكون محرجة نوعا ما. ما هو الضمان من عودة نور زهير إلى خلف القضبان فيما لو تم الإفراج عنه؟ يعني الجهات الأخرى السياسية الساندة وغيرها، هل ستترك نور زهير خلف القضبان وهو يسرح ويبرح في الشارع؟ صح سيكون تحت رقابة مشددة وغيرها لأجل إتمام هذا الموضوع. واقعا العراقي يفتقد الثقة في الحكومة، والدليل ما قام به رئيس الوزراء اليوم محمد الشياع السوداني من عرض الأموال على جانبيه، جميع ما قام به هو لتعزيز الثقة عند المواطن. وهل يعني وأستند من حديثك هذا أن هذه هي الخطوة الأولى التي يقدم فيها السيد السوداني نفسه سياسيا إلى الشعب العراقي في هذا التوقيت بهذه العملية؟ هو السيد السوداني هو سياسي قديم في العراق، وأمسك سابقا عدة وزارات، لكن كرئيس وزراء هذه أول خطوة وأول امتحان لرئيس الوزراء. استلم الوزارة على قبضة من نار ملتهبة في الامتحان الأكبر لديه، هو امتحان استرداد الأموال 2,500,000,000 دولار. وبالمقابل هناك سرقة أخرى أيضا تم الكشف عنها في اليوم الثاني لاستلام السيد السوداني، وهي تهريب النفط، وكانت بأرقام مهولة، يعني ما قيل عنه أنه قرابة 750 مليون دولار، أيضا رقم ليس ببسيط، 750 مليون دولار بالسنة الواحدة، والشبكة ممتدة منذ سنوات. فهذه المسائل الكبرى المالية الكبرى يعني تعطي رسالة إلى أن الفساد المستشري أكبر بكثير
مما هو موجود، وبدليل ما حصل يوم أمس من سرقة أخرى كادت أن تطيح أيضا بعصابات كبيرة نتيجة إفلاس المصارف اللبنانية. أرادت بعض المودعين العراقيين نعم. هناك في لبنان تحويل أموالهم إلى مصرفي الرافدين والرشيد في تلك الدولة من أجل إعادة سحبها، وتكون سرقة أخرى تضاف إلى تلك السرقات نعم. الامتحان كبير، نجح بجزء منه اليوم السيد السوداني نعم. ولكن هل ينجح باسترداد كافة الأموال؟ نعلق هذا السؤال وأكتفي به، شاكرا لك هذه المشاركة. الدكتور وسام القصير الباحث في الشؤون السياسية، شكرا لك إذ كنت معنا من العاصمة العراقية بغداد.